الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا جهات العصوبة في النفس، وذكرنا عدد هذه الجهات عند كل مذهب من مذاهب أهل السنة، وذكرنا أحكام العاصب إذا انفرد عن غيره من العصبة، أي إذا كان في التركة عاصب واحد، فقلنا أنه يأخذ التركة كاملة إذا لم يكن معه صاحب فرض، ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض إن كان معه أصحاب فروض، ولا يأخذ شيئاً إذا استكملت الفرائض إلا في حالات. الأولى حالة الابن وابنه، وإن نزل لأنه يستحيل أن لا ينال الابن شيئاً، وفي حالة الأب أو الجد فإن الحد الأدنى للأب والجد هو السدس، فيفرض له السدس. وكذلك بالنسبة للأخت الشقيقة، معنى المستعد ليش يفضل أبو جد من المشاركة الأكدرين، وخبين الابن من الابن لقد كتب أي ثلاثة أكمل. المهم أن الابن يستحيل، وعاصم يستحيل أن لا ينال شيئا. أخذنا الجد كصاحب فرض، أخذناه في الفروض، والجد لو كان في فريضة، لأن الجد هو من العصبة، الجد والأب قلنا جهة الأبوة وجهة الجدود جهات في العصبة، فالأب يرث، ورأينا أن الأب يرث بالفرض والجد كذلك، معي ولا لا؟ نعم. ما هو فرضه؟ السدس. السدس. طيب، وهو كذلك عاصب بنفسه، فيرث بالتعصيب، والأب والجد يجمعان بين الفرض والتعصيب، ولا يرثان بالفرض إلا في سورة واحدة، ما هي؟ ها، وجود فرع والد. الأب أو الجد لا يأخذ السدس إلا عند وجود فرع وارث، و إذا وجد فرع وارث، بالنسبة إذا كان الفرع الوارث ذكر يعني ابن أو ابن ابن، يرث السدس ويكتفي به. إذا كان الفرع الوارث أنثى يرث السدس ويأخذ الباقي إن بقي. إذا لم يوجد فرع وارث أنثى أو ذكر، لا يرث الفرع، لا يرث السدس، يرث بالتعصيب فقط. بمعنى أن الجد أو الأب يستحيل كذلك أن لا ينال شيء، حتى في صورة وجود فرع وارث، لأن الفرع الوارث أقوى من الأصل، فرع أقوى من الأصل، احتاط له الشارع الحكيم بأن أعطاه السدس. واضح ولا لا؟ وكذلك في حالة المشركة والأكدرية، هذه ستأتي إن شاء الله مع مسائل استثنائية، وهي عند اجتماع الجثيمة مع الإخوة في الأكدرية. الأخت الشقيقة عندما تجتمع، أخت الأب الشقيقة أو الأبن عندما تجتمع مع الجدي، وهكذا. المسألة الثانية هي عند تعدد العصبات، خلي الخارطة الذهنية واضحة في عندكم. قلنا أنه عندك مسألة فيها عاصب واحد، واضح ولا لا؟ وأخذنا أحكام. طيب، الإشكال إذا عندك أكثر من عاصب، فهمنا ولا لا؟ أكثر من عاصب، يعني الآن أصحاب الفروض موضوعهم سامي، نعرف من نقدم ومن نؤخر. الآن عندك أكثر من عاصم، سواء من جهة واحدة أو من جهات متعددة، ما العمل هنا؟
هل يرثون جميعا أم بعضهم يحجر بعضا وهكذا؟ هذا هو الإشكال الذي نركز عليه الآن. عند تعدد العصبات نلجأ إلى القواعد التي أخذتموها من حيث معرفة الجهة ثم الدرجة ثم قوة الضرابة. هذه المعيار اللي تعمل به، هذه هي الوسيلة التي تفصل بها لمعرفة أولى العصبات الميراث. معرفة الجهة، أخذنا الجهات، معرفة الدرجة، الدرجة، وأنت في نفس الجهة هناك درجات، يعني البنوة فيها درجات، ليس الابن مثل ابن الابن أو ابن ابن الابن أو ابن 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 الابن، هم كلهم في درجة البنوة، في جهة البنوة، لكن درجاتهم مختلفة. كذلك في العمومة هي الجهة، لكن ابن العم، العم وابن العم يختلف الدرجة، هما جهة واحدة لكن اختلف في الدرجة. كذلك جهة الأخوة، فليس الأخ قبل هذاك في في في, في القوة، لكن نحن الآن في الدرجة. أخ شقيق، لا هذاك في القوة، قوة هذاك شقيق، هذا لي أب شقيق، لكن قبل ذلك الدرجة، الأخ وابن الأخ، والأخ وابن الأخ، هناك درجة تحتاج أن تضبط هذا الأمر. هو الآلة صحيح أنه نظريا يظهر فيه سهولة لكن فيه تعقيدات، لكن أصول معرفة الأولى بالتوريث من العصبات هي هذا، لا تخرج عن هذا، لكن تطبيقيا فيه طبعاً. الآن بعد معرفة هذه القواعد التي نستعملها في بيان أولى العصبات بالتوريث، نبدأ لننظر في الحالات. الحالة الأولى عندما يكون أو عندما يجتمع اثنان من العصبة أو أكثر ويتحدون في الجهتين وفي الدرجة وفي قوة القرابة. مثال على ذلك الابن، الابن والابن، يعني ابنان أو أخوان شقيقان أو أربعة أعمام أو ثلاث أبناء أو ثلاثة أبناء أو عشرة أبناء ابن، هم كلهم في جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة. واضح هذا ولا لا؟ هذا واضح ولا لا؟ ذكرتم الأمثلة. في هذه الحالة الكل وارث، فيشتركون في التعصيب، وإذا كانوا لوحدهم يأخذون كل التركة ويقتسمونها بالسوية، إذا كانوا معهم أصحاب الفروض يأخذ أصحاب الفروض فروضهم والباقي يقتسمونه بالسوية، إذا كان التركة كاملة أخذها أصحاب الفروض لا يبقى لهم شيء على تفصيله، هذا لا يسري على الجميع، يقع على العم مثلا، يقع على ابن العم، لكن الابن قلت لا يقع عليها، الاب لا يقع عليها. ثلاث حالات ذكرت، الاربع. طيب واضح هذا الكلام ولا لا؟ هذه سهل لانهم كلهم متشابهين. طيب الحاله الثانيه، اذا اتحدوا او نقول اتحدوا في الدرجة واختلفوا في الجهة، اتحاد الدرجة واختلاف الجهة، أخذتم هذا؟ لا، ذكرنا المثال الثاني، عشتنا حسب الحادث، خلك بالمثال، أعطيني القاعدة من جهة واحدة واختلفوا في الدرجة. طيب هذه سهلة، هذه الاختلاف في الدرجة والاتحاد في الجهة سهل، ما الحكم فيها؟ ايوه اقوى الابن اعلى درجه، اجيب كلمه اقوى، اقوى اعلى درجه، الابن وابن الابن هم في جهه واحده
مثال ذلك الابن وابن الابن. واضح من سيرث الابن؟ سيرث الابن لان درجه لانه لان درجته اقوى اعلى درجه اقرب اقرب درجه اقرب القرب. مثال اخر الاخ الشقيق وابن الاخ الشقيق. أخ شقيق اتحدت الجهات واختلفت الدرجة. أخ شقيق أقرب وابن أخ شقيق. قدم الأخ لقربه. الأخ هم جهة واحدة لكن الأخ أقرب. نعم واضح هذا ولا لا؟ خلي التفاصيل بعدين. أيوه العم الشقيق وابن العم الشقيق. العم الشقيق وابن العم الشقيق. طيب قدم العم الشقيق. المسألة الأخرى هي عند اتحاد الجهة والدرجة اتحاد الجهة اختلف القوة اتحاد الجهة اتحاد الدرجة جهة واحدة واختلاف الجهة. لم نحط هذه شيخ إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة واختلفوا في القوة هذا اللي خديناه. سيأتي إن شاء الله. حط هذه الاختلاف في الجهة لكن درجة واحدة. أنا كتبت بعض اتحاد الجهة واختلاف اختلاف الجهة واتحاد الدرجة واتحاد الدرجة اتحاد الدرجة يعني في درجة واحدة اختلف في الجهة واتحد في الدرجة. مثال ذلك اختلاف الجهة يعني عندك مثلا جهة أبوة وجهة بنو عندك عمومة وأبوة عندك جدودة وأبوة عندك أخوة وعمومة يعني جهات مختلفة لكن اختلفوا في الدرجتين. هذا عم. طيب مثال جهة الأخوة وجهة العموم اجتماع العمومة مع الأخوة هنا ايش يعطينا اختلاف الجهة. طيب عندي ابن عم وابن ابن أخ فرد درجة احنا نعطي نفس الدرجة. طيب نبدأ الحالون بنفس الدرجة. نعم عم وأخ عم. نعم اختلاف في الجهة واتحاد الدرجة. الأخ أقوى من العم. نعم عند كل مذهب متفق عليه. متفق عليه. الأخ جاي من الأم والعم جاي من الأخ الأب إذا يكون الأخ أقوى من العم. نعم عم وأخ. أيوة نفس الدرجة ليس نفس الجهة حتى الدرجة. نعم العم الأخ حتى الدرجة أخ مباشر لا قصدي أنه في درجته يعني في العمومة من هو أول واحد؟ العم من هو أول واحد؟ لا هل هناك من هو أقرب منه في جهته؟ كذا تحصل أقول اختلاف الجهة واتحاد درجة اتحاد قد. طيب هذه أعطونا مثال عليها. ابن عامل وابن ابن عم وابن أخ من يقدم؟ تنظر للجهة الأقرب من هي؟ الأخ الأخوة أنت متقدم ابن الأخ مقدم على ابن عمي. أيوة مثال آخر الاتحاد الجهة وكيف الدرجة. أي نعم خذ درجتين
خذ جهتين مختلفتين. ايوه جد خلينا هذه نتوجهها شوي شوي. خذ السهله، خذ جهتين مختلفتين، خذ عموم، خذ ابوه، خذ بنوه، بنوه وابوه، ابن واخ، ابن واخ. طيب عندك ابن وابن وابن اخ، من تقدم؟ لماذا؟ فمن جهه التقديم هم قدم ما دام الجهات مختلفه فمن جهه قدم، فمن جهه التقديم. زيدوا مثال اخر. قدموا الجهه مختلفين الجهه متنك. طيب يا جماعه، اذا كان الجهه مختلفه، الجهه مختلفه والدرجه مختلفه، تصير الى فوق. لا لماذا ترجع من جهه التقديم؟ اي يا جماعه حلوا المساله هذه، راهو استاتيكم اختبارات عويصه جدا اكتب يستركم، اكتب الاختلاف. اختلاف شكل من قدم الجهه. شوف يستر، انت غايب الاسبوع اللي فات، ما تزيدش عليك الان. مش ندرسوا في المقدم والجهه، ضيعنا فيها اربع سوايع. ايوه اذا اختلفوا. الاختلاف يا جماعه، مش قلت لكم عملوا لنا الاحتمالات العقليه الموجوده؟ اعطونا الاحتمالات. قلنا الان اختلاف الجهه واختلاف الدرجه. اعطيني اخوتي، يعني ابدا شوي، ابدا بالدرجه، ابدا بالجهه، اختار جهتي. وقلنا اختلاف الجهه واختلاف الدرجه. فتناها هذه. اعطيني جهتين. البنوه والابوه. كنت تو نمشوا من الصعيد بس انا ما لقيناش ولا يمشي الخوف وولدك الساعه. البنوه والاخوه. موجهتين مختلفتين. طيب اعطيني درجه مختلفه بين الاخ وبين الابن. ابن اخ. ابن ابن اغن وابن ابن ابن. اكتب يا ستسال عن هذا يا العمالين، نظمهم كل واحده قد تحت امثلتها. ابن اغن وابن ابن ابن وابن ابن ابن. فاهمها هذه؟ شكون مش فاهم اختلاف الجهه واختلاف الدرجه؟ واضح الجهه مختلفه، هذه بنوه وهذه اخوه. نعم. يعني تقدم ماذا؟ ابن ابن. يا جماعه نقدم نقدم الجهه. لماذا نقدم فيها الجهه؟ هذيك الجهه اول معيار نبدا به. بالجهه لا ننظر للمعايير الاخرى الا الجهه اول شيء. الجهه عندك، الجهه تغلب كل شيء. فبالجهه اول شيء، فبالجهه. إذا تفصلت القضية في الجهة لا تمر إلى غيرها. فبالجهة التقديم. متى نلجأ للمعايير الأخرى؟ عند اتحاد الجهة. فبالجهة التقديم، أيوه هنا من يقدم؟ ابن الأخ. الآن يقدم ابن ابن الابن على ابن الاخ رغم انه ابعد درجه وقدم لقرب جهته. لو كان ابعد منه درجتين فاكثر. ما معنى 100 درجه لو عندك ابن 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 مع شوف يصبر. شوف ينام عليك. كي هو ابن 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 الابن يغلب الاخ، مش حتى ابن الاخ، يعني يغلب حتى الاخ اللي قدامه. يغلب الاب لان جهته خلاص. طيب قولوا رقم واحد، هذا نمبر 1. فهمت؟ ما ياكل مع احد. رقم واحد واحد ولا تجيب له كل وقت يبداش كيلومتر. ابن 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 ما دام هو في البنوه يصفيهم الكل. شيخ نجم نحط مثال اختلاف الجهه واختلاف الدرجه. نقدم الجهة وإن بعد.
نعم هذا كلام. تقدم الجهة وإن كان العاصب أبعد درجة. اكتب هذا الكلام ستحتاجونه كثيرا. يفرق بين الأبوة والجدود. ومن يظهرهم؟ واللي يفرق بيناتهم يعمل الجدود والأخوة في درجة واحدة. وبعده تجي درجة العمومة. وقلنا الأخوة باش تدخل مع الجدود. واللي يفرق واللي يجعلها مستقلة الأخوة على الأبوة. يجعل الأبوة وبعدها الجدود وبعدها الأخوة. هذا من الحنفية. وبعد الأخوة تجي العمومة. نعم بنو الإخوة نعم عند من يفرق. هذا تكتبوهم في جدول وتحفظوهم يعني ما هذا بتكونوا عندك مسطرين مرتبين تعرف ترتيب. طيب إذا اتحدت الجهة إذا اتحدت الجهة واختلفت الدرجة واختلفت القوة اتحدت الجهة ناخذ جهة الأخوة. الآن عندك ابن ابني أخ شقيق. ابن ابن أخ شقيق مظهر أخ لأبي وابن أخ لأبي. ابن الأخ لأبن يرث لأننا وليس نقدم فبالجهة التقديم ثم بقربه وليس نقدم القرب على القوة مع أن الابن ابن أخ شقيق هو أقوى من ابن الأخ لأبن ولكن بقربه سوف يورث هو على الشقيق. الكلام هذا مفهوم ولا لا؟ طيب عندك ابن ابن أخ شقيق وعندك ابن أخ لأب. هنا اتحدت الجهة واتحدت الجهة اختلفت الدرجة الدرجة
إذا كان جاءوا في قوة واحدة الموضوع لا نلجأ للقوة لأنهما في قوة واحدة، لكن هنا اختلفت القوة. دائما نمشي على هذا التسلسل، واحد اثنين لا يمكن تنظر إلى هذا المعيار وأنت ناسي هذا المعيار فيتسرع. بعض الناس يقول لك هذا ابنه ابني أخي الشقيق الشقيق شوف القوي، والثاني ابن أخ لأب، لا ثاني أقرب منه. قوة القرار الدرجة أقوى من القوة، قرب الدرجة أقوى من قوة القرار، الدرجة أقوى من القرب، فيكون الإرث لابن الأخ لأب، هذا يرث وهذا لا يرث رغم أنه أقوى قرابة لكنه في القرب أبعد، لكنه في الدرجة أبعد. هو الناس اللي الجهة هي البلوغ، هم هم في الأخوة في الأخوة يعني ابن الأخ. ما هو عندنا الأخوة عند من شوف عند من يجعل جهة الأخوة وبني الأخوة واحدة، فالقضية تحل هكذا. وعند الذين يجعلون بني الأخوة درجة مستقلة فنفس الشيء، هم كلهم بني أخوة، هم كلهم أبناء أخوة. ثم المسألة بس أخ شقيق وأخ لأب، يقول الأخ الشقيق أقرب، نعم يزيد هذا يا ابن، يزيد هذا ابن مين تساوي، يزيد هذا ابن وهذا مش خليه هكا. لا ما أنت أخذت ابن هكا ابن وأخ شقيق وابن وأخ لأب، ما دام الأخ هذا أقوى من هذا. لماذا؟ لأنه مش جهة ودرجة واحدة وهذا أقوى فالتميز بالقوة. الآن مش نزيدوا ابن زدنا درجة وهذا يتخلوه هكا زدنا درجة فهدايا طاح درجة طاح درجة يصير هذا أقوى منه لأن الدرجة أقوى من الدرجة درجة أقوى من القوة. ترتيب هو ترتيب تفاضل يعني نبدأ من أول درجة ثم المر ثم الجهة. نعم هذا اتفقنا عليه. أيوة فماشي شنو الاحتمال الآخر؟ ايوه طبعا الترتيب نفس المثال ابن ابني اخي شقيق وابن ابني اخي العكس سهل في قدر شقيق طبعا لانه يصير قوي بدرجته وبقوته لكن القوه لا اثر لها ما دام الدرجه سواء ما تزيدكش قوه درجه ترفعك وخلاص ايوه طيب إذا اتفقوا في القوة اختلف طيب اتفقوا في القوة واختلفوا اتفقوا في القوة ديما في درجة عند اتحاد في الجهة ديما اتحاد في الدرجة واختلاف في القوة إخبرنا هذا اتحاد الدرجة واتحاد الجهة واختلاف القوة هذا أخذناه مثلا ابن عم شقيق وابن عم لأبن من يرث لأن ما دام اتفقوا في الجهة وفي الدرجة قال معيار الأخير اللي ستستعمله هو معيار القوة اتفقوا في القوة واختلفوا في الجهة والدرجة أيوة اتفقوا في القوة اختلفوا في الجهة والدرجة واختلفوا طيب اتفقوا في القوة
هذا فرق ما بين بني الأخوة والأخوة. اتفقوا في الأخوة و اتفقوا في الجهة واختلفوا درجة. أخلي الجهة واختلفوا في الدرجة. شيخ يزن 9 احتمالات. 9 27 في احتمالات لا عبرة بها. هناك احتمالات لا عبرة بها. هي الاحتمالات التي لها اعتبار الأربع احتمالات لي خمسة. أي احتمال آخر يدخل فيه. من عنده احتمال يأتي به. شوفوا عادة إذا وقع اختلاف في الدرجة والجهة لا نقول في القوة اتفقوا أو كذا. لا عبرة. محسوم المسألة. محسوم. والجهة فهمتوني؟ المسألة تكون تحسمت قبل ما نجي. كلمة قوة القرابة لا تأتي إلا عند اتحاد الجهة واتحاد الدرجة. هذا خذ المسألة. لا نلجأ إلى القوة أي قوة القرب إلا في حالة اتحاد الجهة والدرجة. لا يسوء أنك تقول اتحدوا في الجهة واختلفوا في الدرجة واتحدوا في القوة. لا أثر لذلك لأن العملية تحسم بالدرجة. استطعت أن تولد احتمالات أخرى فهي للتوضيح فقط. لكن جزء من الجهة جزء من الجهة والقرب وجزء من القرب والقوة اختلاف بين القرب والقوة. خاطر اللي كيف تحكي القرب والقوة فضلناها بين الجهة والقرب. نعم بالنسبة لأربعة هذه هي الأربع احتمالات. بقي مثل ما أخذنا مثال المرة اللي فاتت تأتي أمثلة تعكر عليك مثل قلنا ابن العم وعم الأبي. هذه حلنا ابن العم وعم الأب. هلك هالك عن ابن العم وعم الأبي. نفس الجهة انت في الدرجة. نعم نفس الجهة انت في الدرجة. ايه شوف زيد ابن العم وعم الأب. ابن عمك وعم أبيك يعني واحد طالع ولا خميس. ابن عم ابن عمك ابن عمك بنوة ولا عمومة وعم أبيك. بنو العم مقدم ابن العم على العم. لماذا؟ نحن عارفين حالنا لأن شوي ابن العم وعم الأب مقدم ابن العم على العم. لماذا؟ لأن ابن العم العم هو أقرب من عم الأب بالنسبة لي بالنسبة إلي. العم أقرب فبالجهة التقديم ليش ميز بالجهة ولا الدرجة؟ أعطيني الدرجات والجهات. الجهة نفسها. أعطوني تحليل علمي واصل. شيخ بالنسبة للجهة جهة العمومة هناك. بالنسبة للدرجة يعني هناك اتحاد في الجهة. هنا اختلف في الدرجة. الدرجة أو حتى هنا اتحاد في الدرجة. شيخ ابن العم
والعم لأب في الدرجة نفسه، لكن في القوة ابن العم أقل. ما عندنا قوة أنا. جلس صار بيرة. حلنا الأسبوع اللي فات قلت لا بقى. لا ما تقول الناس يعصب. كيف يعصب رأي كثير. عصب إيش تعمل؟ ليش المحل ليش عمل اللي يعصب معناه يرث معه ذكر حد الأنثيين. يقول فلان عصب فلان. ولا تكون إلا في الأنثى الذكر يعصب الأنثى في العصبة بالغير وأنثى تعصب أنثى في العصبة مع الغير. فلا نقول يعصب، نقول هو عصبة له عصبة، لأن نحن الآن نقول عصبة بالنفس. أيوة ابن العم عصبة للهالك. هم الاثنين عصب، هم الاثنين عصب. أيوة إذا نعم كلاهما دقيق، يعني أنت خلك من الهالك، هو كلاهما عصبة للهالك. ابن العم عصبة للجد. العم عصبة للجد. واحد يأخذ الكلمة ويجيب. أيوة. والعم قاعد قاعد يسكت. ابن العم. أنا قلت عصبة لل. يا أخي عندنا ابن العم وعم الأب. ابن العم ماله؟ ابن العم. طب أنا كنت أعصب ولا عصبة قل هو عصبة لمن؟ ما تقول لي هو كلاهما عصبة لذلك، كيف ستميز؟ مع أنه نريد أن نميز عصبة مباشرة. ما عصبة، أعطيني الآن تحدث عن جهة، تحدث على الدرجة، هذا تحدث عن يعني كلمة عصبة هذا محسوب عصبة له في نفس الدرجة. أنا هذا هو السؤال. تفضل. نفس الجهة ونفس الدرجة ونفس القوة اللي بتحتاجها القوة. يعني معقول نقص المياه نقص التخيل يعني انت بوك عم بوك وانت عم بوك ديما المسائل هذه تخيلها في نفسك عم بوك ولد عمك شكون اقرب ولد عمك ولد عمك انسان ولد عمك والثاني عم بوك شكون اقرب حسب القواعد حسب القاعدة حساب رياضي شيء حسب لا لا ودعمك اقرب لك القاعدة مأخوذة من لتحقيق ما يتكلم من يريد ان يتكلم ابن العم عصبة للجد ابن العم عصبة للجد هكا ابن العم تفضل ابن العم هو ابن اخو الاب اي وعم الاب هو اخو اب الاب اي فالابن اقرب من العم لحظه ابن العم هو ابن اخو الاب ابن اخي الاب اي والعم لاب هو اخو اب الاب شو ابن العم من ابن العم هو ابن أخي الأب وهو كذلك من ابن الجد واضح ولا لا؟ طيب وعم الأب من هو؟ أخو الجد عم الأب أخو الجد أخو أب الأب لا وهو عم الابن ما علينا خلينا فيها أخو الجد عندك أخ الجد شوف ركز ركز شوف كيفاش تحلوا هالمسألة عندك أخ الجد يا جماعة كي توحل هالجد هذا اعتبره هو الهالك مثلا الجد
يعني ايش نحب نقول؟ عم الاب هو اخ اكثر من هذا بالنسبه للجد. ونحن مش ناخذ الجد معيار، لان الجد يلمش معي كله. معي ولا لا؟ كما قلنا ابن العم في علاقته مع الجد هو ابن الجد، واضح ولا لا؟ وهذا وعم الاب هو خو الجد. يا جماعه معايا ولا تشكر الله؟ هذا العم الاب هو من؟ اخو الجد. اذا اخذنا الجد نحن معيار، مو كلهم يلمهم الجد ولا لا؟ يلمهم الكل. خلينا نشوف شكون يقرب لهالجد اكثر. هذا اخو الجد وهذا ابن الجد. الجد. إذا كان هذا أخ فهذا ابنه ابن. والبنوه يعني أبوه الجد. أشكون أقرب؟ الأخ ولا ابن الابن؟ الجهة والبنوه. شفتوا كيفاش تحلوها؟ يعني إذا احترت عليك السبل فككها وما نجمتش تعرف الجهة لذلك أرجع لك اللي يلم من الابن وشوف إيش يقربوا له الزوز لو تعرف الجهة. لا يا شيخ الجد باش نقصر عليك المسافه ولا تنجم تاخذ من جهه الاب اخو ابي الاب كي ناخذه نحن بالنسبه للاب هذاك السيد فكر هذا عم الاب اي نعم هو اخو الاب ابي الاب وابن العم اذا خديت العم خديت الاب هذا اخوه ابن اخن شيخ لا 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 بالنسبه للاب هذا يا عمون والثاني ابن اخن واضح ولا لا بالنسبه للاب هذا عمه عم الاب فهو عم وبنه وهذاك شطر للاب ابن اخ فاخوه مع العموم ها واضحه لما يكونوا كلهم في الأبناء واضحين ما هذا ابن عم هم لما ذكر لما رسمناهم هم يثيران الإشكال لأن درجة القرابة واحدة هي الإشكال فيها لما تسمع عم الأب وابن العم تشعر أنك في العمومة يعني اتحدت الجهة ثم لما ترسم الجدول مسافة القرابة بينهم وبين الهارث واحدة فيظهر لك أن الجهة واحدة والدرجة واحدة تجي تشوف القوة تبقاها واحدة لأنهم كلهم للأشقاء ماشي قريب لأب وغيره فدوخ لازم نعطيهم عناوين اخرى تستعمل قواعد اخرى تولي ترجع فتقول عصبه ابنك اقرب اليك من عصبه ابيك هذه قواعد توم بالحال وعصبه ابيك اقرب من عصبه ابي ابيك وهكذا كان مع الدرجه ما نحن وصلنا هم بنفس الجهه ما همش في نفس الجهة ما همش نفس الجهة
ابن عمك يعني هو ابن اخي ابيك. يقول ابن عمك يعني العم مش المباشر، لازم يكون يعني عم. لا ما هو كيف بقولوا ابن عم. تقول بين. ما يتسماش، ما يقولوش ابن عم. لا نعطوا الصفة بدقة. ايش فايد دراسة الدرجة؟ فهنا في المثال هذا العملية رجعت للجهة. رجعت للجهة. لأن هذا لو حتى ابن عم حتى تزيد بعد وإذا عاد تزيد بعد يمكن يقعد يبن لكن رجعنا الجهة اعتمدنا الجهة لكن فككنا بعيد على هذا طبعا لأنك انت غيرنا كل العقل كان تفكيك ما يعني لأنك انت دخلت في طبقات أخرى ما همش كلهم موحدين بالهالك صار عندك عم الهالك عندك عم أبي ما عادش تحكي على عمه في سلوك تتوسع يترج ضوابط ضوابط هاني قلت لك ضوابط هي نفسها تستعمل ضابط آخر عصبة الابن اكتبوه لهم عصبة الابن خليني نجيبكم لحظات تريحوا شوي عن الضيوف أعطونا فكروا يستركم فترة الاستمتاع لأن تكون أخذت القواعد الآن تبقى عليك مناهج التطبيق فيها متعة وتجيك المناسخات وتجيك المسائل الاستثنائية والمسائل الملقبة وغيرها أمور جميلة جدا فشوية همة يستركم خلينا نكمل التعصيب وفضل الله منهجنا في التعصيب قوي لماذا؟ لأن أكثر مسائل الحجم جبناها مش نجيبوها في التعصيب لما يجي الحجم تبقى وقت حاضر باقي هكا شوية أمور أعطوني يعني شوية أمثلة مثل ما اتفقنا أيوة يلزمني نحضر لكم اختبار كبير على التعصيب أيوة شكون اللي تفضل عمي أب وجدي أب كل واحد أي مثال من يذكر أي واحد منكم تاخذوه يعني عم لأبن وجد لأبن جد لأب طيب بسرعة 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 جد أي أعطيني الحل جد لأب جد لأب الجد لأب وعم لأبن الجد العم هذا من جهة العمر العم هذا هو في الحقيقة أخوه هذا لك تفصل لما هذا مش أخوه هذا يا جماعة معايا بالله معايا يستركم فكر يا أخي يا خلك من هذا الأب عم الأب شكون هو عند الجد لا عم بو عم بو شكون سوينا الشجرة سيدي عم أبيك ما هو جد عم بو عم بو عم جد عم الأب ليس عم هو جدك هو جد هو هذا جدك معناه هذا أخو أخو شيخ عم الأب والعم الأب أنا إيش كاتب أنا ماشي على الماء أملي علي عم الأب عم الأب يعني عم من جهة الأب عم من جهة الأب عم الأب أنا مش عم الأب أنا مشيت على عم الأب جد الأب فهمتني ولا لا نعاودون نرجعوا عم لأبن عم وجد لأبن رب شوفوا كيفاش المسائل تحتاج انتباه ولا لا نجموا نردوا عم لأب وجد لأب
جد لأب. عم لأب يعني هو عم. عم وجد. جد وجد. عم الهال. عم الهال. إذا قلنا عم لأب. عم لأب. يعني هذا. علاقة هذا وهذا إيش هذه؟ عم وجود. لا لا. هذا ولد هذا. ولد ونور. ولد لا معنى فيه. الآن نحن مش ننظر للهال الآن. هذا كذلك عن عم لأب وجد لأب. من سيرث؟ جد لأب. لماذا؟ البنو والعم. فكنا من البنو. وين شو فيها البنو؟ هم الجدود والأقدم. البنو وين ترى فيها؟ عموما. بالنسبة للهالك قلنا كلمة وندمنا عليها، حبينا نربط بيناتهم فقط، ما عندناش فيهم، نحن نحب الهالك. أحسن. وعند الذين يجعلون الجدود والأبوه في رتبة واحدة نفس الشيء. دائما مقدم على العمومة، واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ جدك مقدم على عمك. واضح ولا لا؟ أيوة بسرعة بسرعة بسرعة. أب أبي الأب. أخ بس. أيوة. أب أبو أبي الأبي. أبي أب الجد. أي. ها غسال. هاي. عند الملكين شيخ. عند الكل. لا عند الملكين اللي يسوي ما بين الأخ وال ما بين الأخوة. لا لا يستركم هذا جنبنا. علاش ما نحبوش ندخلوا فيها؟ لا مش عارف. ايه فهمت المسلم. باش يجيك مبحث ميراث الاخوه مع الجد. ميراث الاخوه مع الجد. نحن هنا نقدم فلان على فلان بس. اما طريقه الحل ستاتي لنا مبحث خاص محور خاص. الاخوه مع الجد عندهم حساب خاص. بالنسبه لعند الحنفيه هذا اخ وهذا جد. فالجد مقدم. بالنسبة لغيرهم هل يرث الجد مع الأخ؟ الجد مع الأخ شوف الله يسلمك، يعني هذه البيوت ما تحدثش فيها المسائل. الآن أنت عندك مفهوم أبو الأبي جد. هنا أنت عندك أب أب الأب. وهو الأخ وأب الأب في درجة واحدة. واضح ولا لا؟ احنا زدنا درجه. هل يبقى نفس الحكم ام يتغير؟ لا لا يتغير، الاصل بقاء نفس الحكم. يبقى جده ان علا مساويا للاخي عند من يورث ومقدم على الاخي عند الحنفيه عند من لا يورث. خلوا الامور هذه توجيه. باهي ولا لا؟ توجيه جد مع الاخوه احسن ما بعد. أيوة بسرعة 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 بسرعة. ابن أخ شقيق. ابنه؟ أخ شقيق وابن عم شقيق. ابن أخ شقيق. ابن عم شقيق. ابن عم شقيق. هاي يستركم يستركم يستركم. أنتم أكثركم تقرأوا في الجامعة. وقتاش اختباراتكم؟ وقتاش امتحاناتكم؟ كل الاختبارات ولا نحن؟ عندنا هيك الاختبارات اللي شو نسميوها؟ لا 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 يعني في الجامعاتكم اللي تقرأوا فيها الاختبارات الأساسية الجمعة المغلقة الباقي هذاك ما نحسبوش اختبار. ما عندكش فترة امتحانات؟ خليني من الجزء يعطيني الاختبارات الأساسية. بعد أربع جمعات. متى يبدا في شهر جوان ولا ماي اخر ماي المهم نشوفوا كيفاش الرعي ومعناها ربما بعضكم اجلوش حصه او شيء بالنسبه لبعضكم. طيب ابن اخ شقيق وابن عم شقيق. بسرعه 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 بسرعه. ابن اخ شقيق وابن عم شقيق. ها بسرعه. اخوه. الاخوه اخوه. اخ مقدم على هاي سجلوها ما تحضروا حتى مثال. هذا واحد. ايوه اللي بعده مثال. هذا مثال. ابن عم الشقيق. ابن عم الشقيق وابن عم. لا ابن عم الشقيق وابن عم لأب. هاي قد مقدم ابن العم لأب.
انا نحس اللي فماش تركيز، هل السكون اللي فيكم معانا ولا لا؟ كل مثال تركزوا فيه، كل مثال اعتبر مثالك هذا الخاص بك. يا منير نومت الجماعه ايش لنا؟ يا منير قدم يستر تفضل. ابن عم لي أب. لماذا؟ لانه اقرب درجه. نعم اقرب درجه لانه اقرب، القرابه تغلب القوه، فهو اقرب درجه فيرث رغم ان ابن العم الشقيق اقوى في القرابه، لكن الثاني اقوى في الدرجه. فالقوي في الدرجه يغلب القوي في القرب اذا في قوه القرابه اذا كان اضعف منه درجه. ها والله كل من كلمه هاي بسرعه 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 بسرعه. هاي منير هات مثال. عم الأبي، عم الأبي وجد لأبي، والجد لا عم الأبي مش عم لأبي، عم الأب والأب وجد وجد لأبي. الجد هو لأبي مو شيء جد يكون كان لأبي. الجد العم والجد، عندك عم وجد. الجد المقدور الجد هو العم، هو الجد هو الوالد. شيخنا تحللها بعدين، ما فيها تحليل هذه سهله. عمك وجدك؟ لا 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 عم لا 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 يعني أخو الجد. لا 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 جدك أخوه لا 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 الثاني لا 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 الأقرب هو ما قلناش من الجهة، ما قلنا العم هذا يتسمى عم عم الأبي. نعم أخو الجد. إيه عم هو عم يتسمى عم الجد هو اللي يظهر لي. خليني نركزوا شوي يا جماعة إيش الإشكال. تفضل. عم لأبن وجد الأب تلعبتهم جد لأبي إيه وجد لك جد لك. ايش تحل بهم واش مش تحل؟ جد هو جد هو اللي نحب نفهم وش نحب نقول. معنى القاعدة اللي استثنينا في الدائمة كي نمشوا هاي نمشوا هاي نمشوا اي مش تتغير مش تصبح أخوة و ما هي شيء أخوة ولا هدايا عم مو ايش هذا شيء العمومة. هذا جد جدود أقرب يعني كأنه أبوك وعم أبوك هو خو جدك. أنا هو الأقرب لك. هو جدك ولا جدك نفسه؟ جدك جدك مباشر. فهمت علي ولا لا؟ أما أقرب لك جدك ولا خو جدك؟ ما يحتاج هذه عاد ما تحتاجش قراية هذه أصلاً. شوف الجهة مباشرة حتى لما هي الجهة تغلب يعني. يا ولدي العملية أسهل هنا بالجهة، هذه هي عمومة. وهذه شدودة ولا قوة؟ شدودة تغلب. ها واضح هذا ما فيش اشكال. هذا جاي كوجوس مستعجل الاختبار ابنه عم جد. كيفاش؟ جد الابي. جد الابي. نعم هاك يعني ابي الاب هاك. ها وابنه عمي الجد. ايه طيب نعم جد الابي مش تحل المسألة. جد الاب هو الجد. جد الاب هو الجد. هذا ابن عم الجد هذا مخلدون الامور. هذا يورث هذا لا يرث. هنا كيف المثال هذا جد وهذا جد هذا عم وزدنا بعدنا ابن عم. لو كان جد بلست عم ابن جد الجد
ابن كيفاش ابن 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 الجد كيفاش هو تبدل اسمه ما عادش يتسمى ابن 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 الجد يولي خوه ولا شوفوا كانوا هو من نفس بوك يولي خوه كانوا من عمك يولي ابن عم عم تحسبش هيك يتساوى كذا قلت له الدور ايش نعم ابن ابن اخ واخ لجد اخ جد هو عم اخ جد عم لك عم اب عم لي اب هو عم الاب عم الاب ايه هيك بنسموه عم لي اب هاي واحده يعني انت تحب تقول ابن ابن الاخ والعم ومو ابن ابن الاخ نعم الان كانك انت بين الاخوه والعم فالاخوه اقرب ولو هنا فبين جهه تقدير قدم الجهه ولو كان في الدرجه ابعد شفت الدرجه هذه ابعد فبين جهه التقديم ثم بقربه تقديمه بالقوة تجعله تقديمه بالقوة تجعله هاي هاتوا مثال والاثنين الاخرين بسرعة 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 ابن العم ابن العم ابن 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 اخ ابن الاخ هو كي يقولوا شقيق ولا مش شقيق كي يبدا فمه مروحينش معاك كي يبدا وقتاش تحتاج القوه كي يكونوا كيف كيف في الجهه وفي الدرجه تحتاج تميز انه اللي اب ولا شقيق اما هنا مختلفين هما في الجهه القوه ما عادش تحتاج ايوه الاخ هو الجهه ما في الجهه ثم بقربه ايوه شكون يعطينا مثال مثال الأول مثال الأول تحبوا كان الأمثلة التعجيزية هاي هاي نحبوا نخدموا على رواحنا عنا مع السبب الغير ومش مروحين إن شاء الله اليوم ولا هذه صحيحة نعم نبدأ مع أيوه ابن العم شقيق وعم أسمعوه جاوبوه ابن العم شقيق وعم عبدنا ابن 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 عم الشقيق هكا وعم الاب عم الاب لاب عم لابن ها هاي عم الاب عم الاب عم الاب خاطر نفس الجهه ولكن اقرب لعم تستعجل مش لازم العم العم الشقيق هذا ابن عمك ابن عمك ابن ابن عمك وهذا عمه لا يا مش عمه عم لي عمه لي ابن عمه لي ابن لي اب العم لي اب هو يرثه على ابن عم الشقيق على خاطر هما نفس الجهه ولكن اقرب هذاك هذا نعم نعم احسنت ريت هذا درجه هذا في الجهه اقرب في الدرجه اقرب الجهه في الدرجة أقرب رغم أن هذا في القوة أقوى هذا أقوى هذا أقوى لأنه شقيق كيزي عم 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 ابن الشيخ مش يا ابن من يتكلم ايش تقول هذا ابن ابن من هذا ابن ابن عم شقيق ولد عم شقيق وهذا عم لي أب شكون الأقرب للميت؟ ابن عم عم لي أب خل شوفوه هو يحدد شكون أقرب للميت؟ بسرعة أقرب للميت عم لي أب لماذا هو أقرب؟ قد يرسم خو بوه خو بوه من بو إيه وين المشكلة هنا؟ هذا يخو خو بوك وهذا يخو بوك لكن هذا ولد خوبو وهذا خوبو لكن هذا خوبوك من خو والدك من الاب فقط والعم هذا خو والدك شقيق غير الابن هو كلمه ابن زعما نقدم البنوه
لا ما لا ظهر الابن هو الشيء هو مش شيخ لو كان ده عم الاب عم عم الاب بدك عم الاب اختلفت هذه عم الاب يا عم الاب شيخ عم الاب العم الأب أما أقرب أبدا العم ولا عم الأب؟ ابن العم 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 عم الأب عم الأب ابن العم عم الأب هو جد هو جد عم الشيخ عم الأب رأوه جد هو جد والابن ابن العم نفس الشيء كما قبيلة فككنا عم الأب هو يعني يكون أخو أبي الأب وابنه ابن العم هو يقعد ابنه ابنه أخ الأب أحسن فنقدم ونوى على أخوه أخوه لأنه أخ ما أدري فهمتوه ولا نفس المثال ولكن هذا زاد بعده بعد ما أثرش مدام الجهة يولي بالنسبة للجد هو ابن ابن أبي يولي يعني العم العم عم الأب يولي هو يعني بالنسبة للجد أخو جد يولي قدم البنوة شفتوا كيفاش طبقوها لو القاعدة هذه ما تنسوهاش ما عندكم حتى مشكلة عاود هذا وعاود هذا وبليناها بليك عاودها عاود هنا مالي العم عم الأب عم الأب هو بالنسبة للجد هو أخو الجد معايا نعم العم الأب بالنسبة للجد هو أخو الجد وابن ابن عم ابن ابن, ابن عم الشقيق هو بالنسبة للجد هو ابن 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 هنا تقول الابن ابن ابن يعني البنوه مقدمه على على الجدود على الاخوه اخوه بالنسبه للجد اخوه الجد الاصلي اكتبوا بعض الامور عصبه ولد الاب مقدمه على عصبة ولد الجد عصبة ولد الأب عصبة ولد الأب مقدمة على عصبة الجد ولد الجد عصبة عصبة ولد الجد وضع ولد الأب شكون هو هو ما عمامه ولد أبيك شكون؟ أخو أخوته هم ولد أبيك ولد أبيك شكون؟ ابن أخوته أخوه ولد جدك شكون؟ عصبة ولد الأبي مقدمة على عصبة ولد الجد هذه قاعدة هاي لأن الأب أقرب من الجد فلو هلك هالك عن ابن وابن ابن وهلك هالك عن ابن وابن ابن وابن أخ شقيق وعم فالتركة للابن فإن لم يوجد فالابن لابن فإن لم يوجد فالابن الأخي دون العم
واضح نحب نقولوا لابن الاخ اقرب من العم. لابن الابن. لابن الاخ لابن الاخ دون العم هكذا قلنا. ولكن مش مفروض يشتري الاخ. نقطة أخرى أعمل مثلا عصبة عصبة أبيك اليوم هي حطينا عصبة أبيك ولد أبي ولد جد. طيب وعصبة أبيك مقدمة على عصبة جدك. هذه ترجع لك المثال الأول اللي خذيناه عند اجتماع ابن العم مع عم الأب. عصبة أبيك مقدمة على عصبة جدك. عصبة أبيك أنت مقدمة على عصبة جدك. كابن العم وعم الأبي. كابن العم وعم الأبي. فابن العم مقدم على عم الأبي لأنه من عصبة أبيك. عصبة الأب مقدمة على عصبة الجد. هذا نوع من أهل الأسبوع اللي فات وكرم أهل يوم. من قرب إليك من عصبة ابنك. من قرب إليك من عصبة ابنك مقدم على من هو أسفل منه. إليك هذوما كانوا تشدوهم القواعد يحلوا لكم المشاكل. من قرب إليك أنت من عصبة ابنك. من قرب إليك من عصبة ولدك مقدم على من هو أسفل منهم. مثل يعني مثل ابن الابن مقدم على ابن الابن. يعني كلهم عصبة ليك كلهم من جهة أولادك لكن الأقرب من هو الأقرب. مثاله كابن الابن وابن ابن الابن. ومن قرب إليك من عصبة والدك أو أبيك. من قرب إليك من عصبة أبيك مقدم على من هو أبيك الابن. من قرب إليك من عصبة أبيك مقدم على من هو أعلى. مثال ذلك عملناه الأمثلة. يعني جدك. من قرب إليك من عصبة أبيك مثل عمك. من عصبة أبيك مثل عمك وعم أبيك. فالأقرب أو هذا عم أبيك يعني هو أخو أبيك وعمه هذاك عمك هو أخو أبيك والثاني عم أبيك أخو جدك. فعصبة الأب مقدمة على عصبة الجد. تجدونها في كتاب ترتيب الأولياء في ولاية النكاح. ترتيب ولاية النكاح معنى أقرب مقدم. المرأة يلي نكاحها عصبتها الأقرب منهم يقدم على الأبعد. فالابن مقدم على الأبي يعني امرأة ولدها كيكون وليها تكون عندها ولي كبير مقدم على أبيها وأبوها مقدم على جدها وأبوها مقدم على أخيها وأخوها مقدم على عمها. لكن الإشكال هنا يا سيد غسان أن الترتيب في ولاية النكاح مستحب إلا في مسألة واحدة والترتيب في الميراث واجب. يعني عندما يعقد لها الولي الأبعد مع وجود الأقرب صح النكاح. Yes.
هذه قلت لك في مسألة واحدة عند وجود الأب. الأب اسمه الولي المجبر. الولي المجبر هذا عند المالكين. يعني لو ولي نكاحها أخوها مثلا، جاء الأب قال لهم لا أنا ما كنتش حاضر ما استعرف. يفسخ كل شيء. هذا عند المالكية متشددين. طبعا في البكر ما انا مش كون مش نفسه مش نفس ولدها يبقى بكر معناها ما هو الاولى منه لو كانت ثيب الاولى منه عند صغار يصير الابن عنده تقديم على الابو فهمت وتدخل بعضها اما نحن في تونس معناها حتى ونحوم يعني رئيس البلديه نشمرت امور سهله نحن ما صعبوش الامور هذا يمكن أن نقرأه في كتاب النكاح إن شاء الله. فماشي سؤال في العصبة بالنفس. ليش ما رحمتناش مقبلي؟ أيوة. ها العصبة بالنفس. نبدأ في العصبة بالغير الآن. طيب مثال واحد هلك هالك عن ابنين أعطينا الحل. ابنين السلام على نبي الكريم نبدأ القسم الثاني من أقسام العصبة وهو العصبة بالغير السر كله في الباب بالغير لأن جاينا شيء اسمه مع الغير والمشكلة كلها في الفرق بين الباب والمع العصبة بالغير بسرعة 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 العصبة بالغير تعريف العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض منعها أخوها
فرضها. كل أنثى صاحبة فرض منعها أخوها فرضها. والمقصود أنها أنثى ترث بالفرض من حيث الأصل، فلما دخل معها أخوها عصبها فمنعها من الإرث بالفرض، وورثت معه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والعصبة بالغير أربعة أصناف: أولا البنت، سواء كانت منفردة أو متعددة، ويعصبها الابن، ثانيا بنت الابن، مهما نزل أبوها بمحض الذكور، سواء كانت منفردة أو متعددة. إذا ما ورثت النصف إلا الزوج أكيد. ليس ورثة النصف، وإنما ورثة النصف والثلثين. إيه متعددة. بنت الابن مهما نزل أبوها بمحض الذكور، سواء كانت منفردة أو متعددة، ويعصبها أخوها الذي في درجته، ويعصبها ابن الابن. لا إله إلا الله. ويعصبها الابن، ويعصبها ابن الابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها يا جماعة، وسواء كان في درجتها أو أنزل منها، إذا احتاجت إليه ولا يكون ذلك إلا إذا لم يكن لها حظ في الثلثين، كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثين، ثلثان،
وابن ابن الابن يعصب بنت الابن وهي أعلى منه. وابن ابن الابن يعصب بنت الابن وهي أعلى منه فيرثان للذكر مثل حظ الأنثيين. فابن ابن الابن يعصب بنت الابن التي إن شئت فسر أكثر التي لا ترث السدس لاستكمال الثلثين فيعصبها ابن الابن وهو أنزل منها درجة لأنها احتاجت إليه ويرثان للذكر مثل حظ الأنثيين. فيرثان للذكر مثل حظ الأنثيين. إيه إيش في إشكال؟ تأخذ خبر. إيه نعم. كتبتوا في شيء ناقص؟ في شيء ناقص؟ شيخ هلك هالك عن بنت وبنت بنت وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن. هل بنتان كم؟ ثلثان. هنا البنت كم ترد؟ نص نص. وهذا تكمل ايش؟ تكمل وهذا بس واضح ولا لا؟ طيب جات المثال هذا دخلت بنت اخرى فالثلثين اللي هما هذوما النصف والسدس موجود الثلثين. جات بنت اخرى فورثتا الثلثين. استوفى. وهذا يرث تعصيبا. وذيك معجوبه. وهذه المفروض ما توردش. معجوبه. انتظر انتظر الله يبارك فيك. محجوبه باش محجوبه. زيدوا مثال اخر. اشتغل من المسجد. مثال هذا كيفاش تحلوه؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. ما في درجتها ولا لا؟ تعصب معايا ولا لا؟ هنا ما فماش إشكال واضح. مثلا بنت وبنت بنت وبنت ثم بنت ابني ابن بنت ابن ابن ومعها ابن 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 نفس الدرجة نفس الشيء نفس الدرجة. إذا كان هي دور التعصيب بنت وابن ابن فبالأول يكون الابن طريق التعصيب. إي نعم نفس الشيء. شوف المثال اللي ذكرته أنت وأزيدك مثال هنا بنت وبنت ابن وبنت ابن. هذا كذلك مثال مهم. هنا النص وهنا ما تنتجش السدس لانه عصبها فيرتبط بالتعصيب.
وهنا المثال اللي ذكره انت بنت قريب او بنتين مش مشكل وبنت ابن ابن وابن ابن 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 عرفت كيف هنا عصبها في نفس الدرجه قال الشيخ ما تجيب بنت وابن من هذا هنا واضح الامور في درجه واحد وهذه في درجه واحد عصب واضح ولا لا؟ هنا هو أقل منها درجة. واضح ولا لا؟ المنطق شو يقول؟ شفتوا المثال هذا؟ كيف قارنوا بالمثال هذا؟ فما اختلاف هنا في الدرجة. إن هذه ركز العملية في المثال هذا وهذا. الاختلاف إن هذه أبعد من هذه. واضح ولا لا؟ الاختلاف الوحيد إن هذه أبعد من هذه. وشوفوا هذه كيفاش رغم انها ابعد ورثت بلا خلاف ما عندناش حد يستغرب الموضوع فهذه اللي هي اعلى منها درجه من باب اولى ان يعصبها هذا لانه عصب اللي في درجته فما بالك اللي اعلى منه لانه لا ليس من المعقول ان هذه انزل درجه ترث وهذه شو نقولوا لها ما يعصبكش السيد هذه يورث وحده وانت لا وهي اخرى فهمتوا وهو يعصبها في حالة واحدة إذا احتاجت إليه وقتاش تحتاجه كيف كثير هذا الشمله ما عندهاش سدس تعيط له تقول له أش تعمل هي تطلعه معاها باش يعصبها كأنها أخذت بيده وعصب أو كمصلحة متبادلة هو يطلع يورث وينفع وينفع هي وحدها ما تاخذ شيء شنو نصيبها؟ متعصيبة شيء. هي تورث ولا ما تورثش؟ وحدها هذا. سيب كانت وارثة. يا جماعة شايفين تو شنو تو؟ تو شنو ما تورثش وتورث وإذا كانت وتورث شو بيك؟ وش أنت يفهم هنا أنها تورث الساعة قبل ما تعرف نصيبها كم؟ هذه ثلثين وهذا هم بالتعصيب مو مع بعضهم باش يعصبها ولا لا السنة هاي هنا ثلاث اثنين بيناتهم وواحد بينات هذوما للذكري مثله حد المنطقين تصير المسألة من ست هذه واحد هذه اثنين بيناتكم لان الذكر مثل حظ الانثيين الذكر براسين وهذه انثى براس واحد واضح ولا لا؟ واضح. هنا أهم شيء أو الفترة هذه أفهم أفهم كم يرث أو لا يرث. وأعطيه الفرض بتاعه، وإذا كانوا تعصيب أعطيه الباقي. طريقة الحساب هل جاي؟ واضح المثال ولا لا؟ تفضل. كيما كبار يا شيخ. يكون ابن ابن وبنت ابني ابن. هو اللي اعلى منها هذا ايش رايك؟ تحلها لنا انت ها؟ ش خليك معي نعم عليك حلها انت نصف ايوه تفصيل
أيوة. الشيخ الابن هو اقوى من البنت. اذا كتبت بالعكس الابن تولي يسمى يا عبد الله. نحن شقلنا قلنا اذا احتاجت اليه. اذا احتاجت اليه مش طبق نفس كلمه اذا احتاجت اليه على الابن. هو لا يحتاج مش يحتاج هاي مش تشاركه اقوى من فهمت. واضح لله واضح لله. نرجع للشيء هذا ولا لا؟ واضح واضح. فماشي مشكلة أنا رأوا نهائي الكلام هذا يسترك مش معقول نرجع له. واضح ولا لا؟ تفضل. شيخ بنت هي بدون السدس. لا تاخذ السدس. لا عندها سدس. لا استكمال السدسين. شوي شوي الله يبارك فيك. شبيهة بنت بنت الابن شبيهة؟ يعني في حالة عدم وجود ابن من الابن والابن. ايه. ما عادش عندها حد شيء. ما عندها حد شيء. ايه. هذاك علاش سالك الثلاثة ولا الثلاثة ولا الثلاثة ولا الثلاثة. ما عادش عندها حق. ايه ما عندهاش الحق من حيث الفرض. ايه من حيث الفرض. جينا تو نحن ندرسوا في العصب بين غيري. شيخ عصبها هزها مع منعها. ايه واضح. ايه واضح الامور. ها. واضح الامور. نعم يظهر لي رأي الأمور هذه واضحة يستر سامع تكتبهمش اكتب هنا معني كيف تسجل ما تطلعش من الكتاب اكتب كل شيء كل شيء بتضيع حتى كلمة وبنت الابن بالتعصيب قوله تعالى ها يوصيكم الله ما تخش في الذكر اولادكم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقد علمنا أن لفظ أولادكم يشمل الأولاد يقول الأولاد معناها البنين والبنات يشمل الأولاد وأولاد الابن واضح لله يشمل يشمل الأولاد أي واضح ولا لا أي أمثلة توضيحية هلك هالك عنه هلك هالك عنه زوج وبنت وثلاثة أبناء هلك هالك عنه أم وزوجة وبنت
وبنتي ابنا وابني ابني ابنا أم وزوجة وبنت وبنت ابنا وبنتي ابنا وابني ابني ابنا هلك هالك عن جد وبنتين وبنت وثلاث بنات ابنا وابني ابني ابني ابنا هلك هالك عن أب وأم وابن وبنت هلك هالك عن أب وخمسة وخمس بنات وثلاثة أبناء ابن وأربع بنات ابن ابن هلك هالك هلك هالك عن جد وجدة أم أبي أب و بنت وبنت ابن وابن ابن ابن هلك هالك عن أم وأب وزوج Thank you.
هيا بسرعه بسرعه. يقول لي عندكم برشه ما عملتوش تدريبات. بس تصير على بال ما تطلعش. يخدم على روحك يا باش مهندس سايب عليه المكتب. خدم وحدك باش مهندس. هيا هيا بسرعه تسطر حتى تفتش تحت. بسرعة عاد بسرعة بسرعة بسرعة. صحيح.
هم أي أصلهم الذين Thank you.
اسم اللي راي الحركة بتاعي بقيت شو بدك؟ أي كم تساعد شيء؟ هاي بسرعة 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 بسرعة. هاي تفضل. هاي تفضل تفضل بسرعة بسرعة بسرعة. هاي. هلك هلك عن زوج واب وابن واب اثنين وابن وابن هكذا ثلاثة أبناء وابن ها الزوج كم يلد؟ ربع لماذا؟ لا يوفر لأبناء والبنت اثنين أساسيين لذا كلمة لحاد الأنثيين اللي بعد كم لا يعني مثلا من أربعة بعد ربع ثلاثة أرباع ليش تنكو أعمل هكا حطوا هكا ثلاثة تبقى ثلاثة وتعمل لا تشك بعدين كم عنا من رأس الناس هذا ثمانية وعشرين واحد ضرب سبعة سبعة ثلاثة ضرب سبعة واحد وعشرين واحد وعشرين على سبعة ثلاثة ثلاثة في اثنين زد من الأبناء اللي هو ستة ثلاثة هي حكاكة ولا لا طيب حل تفضل وش تعمل أم وزوج وبنت تزوج بنات ابن وهو ابن 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 هاي بسرعة بسرعة بس بسمع هنا فهم النظام خاسر مش كيف جماعة الزيتون واضح ولا لا باهي آخر مرة باهي قطب سدس زوجة الثمن بنت نصف الباب تعصيب هكذا رغم انه اقل من واضح ولا لا هذو اثنين من البنات واحد من ابناء واضح ما شفتي راضع على المثال ولا لا عندنا بنت وابن مرتين بنت وابن مرتين هذا لو كاثنين هو باش نسرعوا في الكتابه ما ودكم ياخذوا السدس ياخذوا السدس تاخذوا السدس تاخذوا الثلثين لحظه هنا فما خطا تاخذوا السدس لان عاد واحد كلهم واحد شيخ فرق عنا بنات بنت ابن ياخذوا السدس تكمل نعم لأن هذا أقل منهم درجة هذاك ياخذ البيض خلي كمل هنا هذه ياخذوا السدس لأنهم يدخلوا في الثلثين وياخذوا الفرض نتاعه وماذا نفعل؟ البيض لم ياخذ البيض طيب المسألة هنا ضروري يحلوها مسألة من 24 سدس يعني أربعة تكون ثلاثة أيوة النصف خمسة والسدس أربعة أربعة والباقي كم 12 وثمانية عشرين ثلاثة وعشرين واحد جد تفضل انا في الوضعيه بنت ابن ابني ابن الحمد لله الحمد لله وقت اللي كانت منفرده هي احتاجته باش ترتاح مع التعصيب وقت اللي تعدت الحمد لله الحمد لله خطر حتى في اثنين شكل تعمل مجلسة كان خسر كيف نعمل يوم في جلسات
التوضيح تفضل اعطيني اعطيتك اذا كان هذه بنت ركز بنت ابن وهذا ابن 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 هي حتى لو هي مش لا تحتاج لانه هو اقل منها هي وارثه بطبيعتها لان هذه عندها النصف لو كان هنا عندنا زوج بنات انا وقت احتاج يا باش ما تستوى هكذا هاي ثبت داخله في الثلثين ولا لا قلت لكم ما تحتاجوش انك تكون مش لازم جد ايوه علاش مع الباقي منين جبتها مع الباقي ما تشوف فيه تكرر هذا سدس ايوه الباقي ايوه وثلاث بنات ابن لا يخط وابن ابن يخط البنت هك من هذوما اعلى منه درجه عصفة. وهذا كان جات عنده اخته قبل يخدم معاه وهذه اللي اقرب منها ما تاخذش تذكري مثل حتى يعصبها هاك احتاجت اليه جينا للمثال ايوه اب وام وابن وبنت ايه هاتوا سافر الاب ياخذ السدس السدس ايوه والام تاخذ السدس وتذكري اب خمس بنات، ثلاث أبناء ابن وأربع بنات ابن ابن. أب يخلو السدس. السدس. خمس بنات يخلو السدس. هذه صحيحة كيف هكا أنا مليتها؟ أربع بنات. أربع بنات ابن. لا أربع بنات ابن. أربع بنات ابن. ثلاث يا جماعة توني أنا إيش مليت؟ ثلاث أبناء ابن. ابن ابن. أربعة. واربع بنات ابن ابن واربع بنات ابن 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 هذوكم العصبة ايوه واللي تحت وهذا محجوبين واضح ولا لا؟ اي شكون ما شاركش لهنا؟ شيخ البناء تفضل 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 جد وجدة جد وجدة هي جد السدس ايوه متعاودة جدة يا أم أب الأب شكون العبقري شفتوه العبقري ولا لا؟ بينت هادي بينت شفتوش عمل ولا لا؟ حتى واحد هو أنت بينت شفت العبقري ولا لا؟ عملت جدة واحدة وأم أب الأب وورثة أخرى هذه أم أب الأب أنا فسرت كيف فسرت باش تعرف الجدة شكون؟ حتى واحد شكون اعطينا الحل بتاعك ايوه الجدة هذه ام ابن اب بسرعة بسرعة لا ترث عند شكون؟ عند المالكي عند المالكي لا ترث ام ابن اب لا ترث عند المالكي ثبت وعند الشافعي ثالث ولا لا وعند الحنفي ثالث وعند الحنفي به والجد هذا نعم يرث السدس قبل الانتهاء لا كي يكون هو كي تكون امه لا ترث امه ام قبل اب يحجبها من عملية بسرعة عند المالكية ايش بك مركز لي على المالكية سيبك كلمة المالكية تقول شانك مالك المذهب مالك أكبر مذهب مظلوم الناس كل مالكين ولا ريت واحد مالك حتى جماعة التجمع وجماعة كل مالكين علماني مالك وحتى اليساريين قال لك نحن علمانيين مالكين ما فهمتش هالمذهب المسكين هذا يتاجر فيه الناس كل مشيت للحج العام اللي فات وكنت لاهي بموضوع الفتوى والناس كلها اللي مشاو الفريق بتاع المرشدين الدينيين كلهم مالكيين كي مشينا غادي ما طلع حتى واحد مالك باش يتبعوا الرخص تاع المذاهب لنقا روحي كان انا طلعت مالك في الحج يتبعوا الرخص توزع مالكي مالكي ويهرب نص الليل يمشي يرمي ومثلا ما يشوفوش راه مالك جد وجد
ايوه الجد كان باش تعطيها ما نقعدوش برشا في الجد بس قلت لك بالله الوقت شيء غريب بس النصف ايوه بالاساس السدس تكون طول ثاني والابن الابن 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 اتفقنا واضح الامور هنا ولا لا؟ هاي بسرعه 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 ام واب وزوج اتفضل ام وزوج ايوه بسرعة السدس الزوج الربع لوجود الفرد ايوه بنت الابن وبنت الابن سيد سيد الزوجية الكل ياخذوا التعصيب لا حول ولا قوة الا بالله اعطينا بنتي ابنا ثلثين ثلثين ايوه الزوجية التعصيب الصنف الثالث من اصناف العصبة بالغير بسرعة 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 ثالثا الأخت الشقيقة مرتين سامحة الأخت الشقيقة سواء مالكم محترين مأخذين اثنين هذه الثانية بنت وبنت الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة سواء كانت منفردة أو متعددة ويعصبها الأخ الشقيق رابعا الأخت لأب رابعا الأخت لأب سواء كانت منفردة أو متعددة ويعصبها الأخ لأب ودليل هذين الصنفين قوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وبالنسبة وبالنسبة لهذين الصنفين فإن من يورث الجد مع الإخوة إن شاء الله فإن من يورث الجد مع الإخوة الجد مع الإخوة يجعل الجد معصبا للأخت الشقيقة والأخت لأب يعني هذا مجرد ملاحظة توجيهكم تفهموه الجد والأخوة يعني الجد يصير كأنه واحد من الإخوة لكن الكلام هذا مش مطلق له استثناء ستأتي واضح ولا لا؟ معصبا ايش معنى معصبا يعني يورث معاهم الذكر مثل حد الانثيين يعصبهم كيف قوه بالضبط ترتيب الجهات لا ما عندناش جهات عندي جد هلك هلك عن جد واخت شقيق جد يعصب كيف قوه توجيه توجيه هذا كله توجيه في محله المهم انت هيك اشاره ليك فقط طيب 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 ولا بد ان نعلم ان بسرعه 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 ما عندناش خامس كملناه ولا بد ان نعلم ان الاخ الشقيق لا يعصب ما يشتغل ايش عنده يفيدك قل لي شنين الناس هذيك الجمله اللي قالها الاخت اب يعني ولا بد ان نعلم ان الاخ الشقيق لا يعصب ولا بد ولا بد أن نعرف أن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت لأب هذه تغلط فيه الأخ الشقيق لا يعصب الأخت لأب والأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة كما أن
ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب. ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب. وهما يعني هذوما ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وهما لا يعصبان ما تخصلوش. نعم علي كما أن ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب. وهما وهما شكونهم بين قوسين؟ الأخ ابن الأخ لأب الشقيق وابن الأخ لأب لا يعصب لا يعصبان بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب، فهما لست أو ليس ليس وارثتين أصلا. ليس وارثتين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب ما مش وارثات أصلا، باش مش نهار تخلط لك الدنيا طبقة هلك هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق تذكرها كيف كيف تذكر يمكن هذا الأنثيين هذه يحب الناس كلهم ما تنساش لي مش وارثة ذيك أصلا بنت الأخ مش وارثة، واضح ولا لا؟ وتتخلط عليك الأمور تحب تقيس موضوع الأخت البنات معناها كيفاش إن ابن الابن اللي هو نازل يعصب بنت الابن عندما تحتاج إليه، فأنت تجي تقيس تقولها حتى ابن الأخ يعصب عن الأخت الشقيقة لأنهم يشتركوا في أغلب الأحكام، واضح ولا لا؟ ها أعمل اكتب هالجملة هذه باللحن. ولا بد أن نعلم أننا في العصبة بالغير الكل عاصب، فهمتوها هذه؟ في العصبة بالغير الكل عاصب، أكتب في العصبة بالغير الكل عاصب. أنا هل يورثوا مع بعضهم الكل عاصب؟ لم تذكر ذكر عاصب ولم تعاصب، واضح ولا لا؟ كيف كما ابن العم وبنت العم؟ بنت العم وارثة هي. مين اللي تسمع هكذا ظاهر نحن نقول عاصب معناه وارث. هو تتحب تتورفنا. ايش دخلنا في بنت العم؟ على الأصناف بتاعك اللي خذيتها هذه. ما هي فلانة يعصبها فلان وفلانة يعصبها فلان فالكل عاصب، فهو عاصب بنفسه وعصب أخته فأصبحت عاصبة لكن بالغير. الحمد لله. المهم عاصبة بالغير ما تخش من أربعة ما تخش أبدا، فهمنا عاد. ها العصبة بالغير عندك الأربعة تمشيش تزيدهم حاجة. العصبة بالغير وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب فقط. هما الأربعة بتاع الورث النصف والثلثين. طيب اسمع باش نذكر لكم خلاف فقهي ما تكتبوش. باش دخلنا بعض الروح ما تكتبوش. باش نروحوا ندرجوا يا جماعة كاملين. خلي لك على السجاير حتى تخبر المعلومات هذه. والله والله شي خل تخبر المعلومات هذه فهمت. خل تخبر المعلومات هذه. خل تخبر المعلومات هذه. خل تخبر المعلومات هذه. شيخ والله عندي شيء كان مش نفرين صاحب مساهم شوف هاو زلت شو تشرحت بسبب طيب راك السطر والكراسات ما عادش لا تكتب ولا شيء. انا كيما وعدتكم كنت اذكر لكم الخلافات الموجوده كلها يذكر الخلاف هذا خلاف لا عبره به لكن يذكر هذا الخلاف لابن مسعود رضي الله عنه. مسجل شوف
معليش وقت، أنا نحب نعطيكم أمثلة توضيحية لل عند ابن مسعود رضي الله عنه. إذا كان هناك بنتين، الآن نأخذ الحل بتاعنا ثلثين تصل هذه باقي تعصيب في هذه الحالة، ابن مسعود يجعل هذا عاصبا لوحده وهذه لا ترث. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ مسألة. نعم نعم تفضل شيخ. مش نعرف وجه الاستدلال، علاش يعني وجه الاستدلال؟ ان ابن الابن عصبة بنفسه، فلا دخل للعصبة بالغير معه. هنا باش نحلوها، بنت وبنت، ابن وابن، ابن سدس 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 لا غير ما اشتغلت حلوه منير بنت المركز سدس وبنت ابن وابن ابن. واضح ولا لا؟ هذه النصف وهذا ميورث تعصيبا، فالذكر مثل حظ الانثيين. ابن مسعود كيفاش ورثها رضي الله عنه؟ عطاها السدس. يقول لك نحسب لها الحساب، لهلاش باش يطلع لنا اش باش تصور من الحسبه هذه، ونحط السدس الاضر لها، نعطيها الاضر خاطر بين السدس وبين التعصيب، نعطيها الاكثر ضررا لها، اكثر الاضر يعني الاقل فلوس، الاقل فلوس. واضح ولا لا؟ كيف كيف لما حد السدس السدس فما ورث. انا جبت لك ابسط مثال، نقولوا يدخلوا معنا من ورث تقريبا واضح ولا لا؟ يعطيها الاضر من السدس ومن الميراث بالتعصيب. واضح ولا لا؟ نفس الشيء مع هذه الثلثين، وهذا ما يعصب ما يستعرفش به، ويعطي العصب للابن وحده، وهذه ما تاخذ حتى شيء. بالنسبه لهنا يعطي هذه النصف، وهذه يعطي حط السدس ويعمل حساب التعصيب، والاضر يعطيها الاضر منه. شو معنى الاضر؟ اقل قصير اقل الدرع في الحالة دي كان ما استوعبت الحديث. ثلث الأمبير تب الدم مع غيره. أمثلة أخرى نعطيك مثال بسيط، ونكون معنا أصحاب فروض آخرين. طيب هدايا للعلم بشيء. اي طيب امثله توضيحيه بسرعه 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 بسرعه.
تدريبات. لا 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 توضيحي. فلينظر أحدكم من خارج هذا. قيس عارف إنه ما يتكلم بشكل. قيس. أنا شو بعرف. التهمة. وما بيجي. هلك. طيب هلك هاني يكون عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب هلك هالك عن زوج وثلاثة أخوات ثلاث أخوات شقيقات وثلاثة إخوة أشقاء هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب هلك هالك عن هلك هالك عن ابن وأربع أخوات شقيقات وأخ شقيق هلك هالك عن جدة و وأخ لأب وأخت شقيقة هلك هالك عن هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت لأب وأخوين لأب هلك هالك عن زوج وأخت لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب أحلها هذه المرة الجاية إن شاء الله طيب أخ لأم وفقين تراجعوا مليح نعم عليكم العصبة بالنفس تراجعوها ما نحبوا حتى غض العصبة بالنفس ونخذيتوه اليوم وحسن أخذ يوم